تقريبا اسقاط الطائره بالامس، فاستمر القصف لمواقع داعش في تلك المنطقه، وهي عباره عن جيش صغير لا تتعدى مساحته حوالي 30 كيلومتر مربع. وبنفس الوقت اليوم هناك استهدافات ايضا بالطيران وبصواريخ ارض لتلك القواعد لداعش في هذه المنطقه، وبالتالي العمليه هي مستمره بطبيعه الحال. يعني هذا الامر هو عباره نصنفه كانه تنبيه نعم. من نعم. اجل اقتحام القوات في مناطق داعش في الجبل الجنوبي الغربي لمحافظه سرعه. سيادة العميد أشكرك لهذا التوضيح، أرجو أن تبقى معي. أذهب إلى تل أبيب مع سيد إيال عليمة المراسل العسكري لإذاعة إسرائيل. سيد إيال مرحبا بك في برنامج حديث الساعة بلغة عسكرية. العميد تركي الحسن من دمشق، دحض الرواية الإسرائيلية بشأن إسقاط الطائرة الحربية السورية في مرتفعات الجولان. إسرائيل تتحدث عن أن الطائرة جرى إسقاطها بعد اختراق الأجواء الإسرائيلية، عن أي أجواء تتحدث إسرائيل؟ في الواقع تتحدث عن منطقة الجولان، أو بالتالي ما يعتبر بحدود وقف إطلاق النار وفك الاشتباك. ربما هذه تعتبر من ناحية القوانين الدولية تعتبر منطقة محتلة، ولكن إسرائيل كما نتذكر قد ضمت هذه المنطقة واعتبرتها جزءا من حدودها ومن أراضيها. مهما كان التعبير، على كل حال نحن نتحدث عن حدود وقف إطلاق النار، وعندما يدور أو يتحدث الناطق العسكري عن اختراق الحدود يقصد هذه الحدود، حدود وقف إطلاق النار، حيث يقام حاليا السياج الحدودي برا. فعندما اجتازت الطائرة السورية هذه الحدود تم اعتراضها، لأن إسرائيل تعتبر ذلك أيضا نعم. الجوي الذي لا يمكن